نبارك لهم ونقول لهم الف مبروك، حقهم حققوا انجاز كبير بالنجمه السابعه، لكن لسه مستنيين الانجاز الاكبر وهي اولمبياد طوكيو. دي اقل حاجه ممكن قناه الاهلي تقدمها لنجوم كبار اللي مشرفينا ونورونا، والنهارده فعلا رافعين اسم مصر في كل المحافل الدوليه. خلينا نعمل ونعمل ايه يا كابتن هاني؟ اتفضل يا كابتن هاني، اتفضل يا كباتن، اتفضل يا كابتن اسلام، اتفضل، مبروك. انا هلا الصرف باين معانا. شجع ونادي باسم مصر والبلاد، يلا بينا كلنا متجمعين، نملى الشوارع وهخلي كل سنه وهتفنا، هم دول المصريين. مش عارف انت كده واحده سيلفي جميله. مبروك عصام، ايه ناوي؟ اتفضل. يلا في اخر الحلقه لازم نقول لهم الف مبروك كلنا، الف مليون مبروك، ودايما في انتصارات ودايما في انجازات، واخر صوره واخر سيلفي مع كابتن عصام الطيار. ومدرجات مليانه ناس اتاخدوا صوره، والكون نجيبه الارض تتزلزل علينا. يلا نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله يوم الاثنين في العاب الصالات. نشكركم والى اللقاء.